شركات الألعاب عادة بيشوفوا حالهم بحجم عالم لعبتهم الضخم. فعليا شوف إعلان أي لعبة بعالم مفتوح راح تلاقيهم لازم يذكروا بالإعلان إنه عالم لعبتنا جدا ضخم وكبير. بس بهالفيديو راح أجيب لكم 5 ألعاب حجم العوالم فيها كبير بشكل لا يصدق. فعليا راح أذكر بهالفيديو لعبة حجمها قد 20 ضعف كوكب الأرض، لعبة حجمها قد مجرة درب التبانة اللي موجودين نحن فيها، لعبة حجمها قد 8000 مجرة بالفضاء، ولعبة قد الكون ما لا نهاية. فيديو خرافي أتمنى يعجبكم. فيلا خلنا نبدأ. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه في جيف اواي على ماوس وكيبورد احترافيين للالعاب او الجيمنج مقدمين من لوجيتك. اذا كنت حاب تدخل بفرصه الفوز فيهم كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق مع وسيله التواصل فيه معك. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. بالمرتبه الخامسه عندنا اصغر لعبه بهاللسته، عندنا اللعبه الوحيده اللي موجوده على الارض ومو موجوده على الفضاء، وعندنا اشهر لعبه بهاللسته اللي هي لعبه ماينكرافت. مثل ما قلت اشهر لعبه، اظن معظمكم بيعرف ماينكرافت. ماينكرافت لعبه جدا كبيره، اظن كل لاعب ماينكرافت راح تعرف انه فينك تضل تمشي وتمشي وتمشي وما راح توصل لاي نهايه. والحلو بلعبه ماينكرافت انها موجوده على كوكب الارض مثل ما حكيت من شوي، باقي الالعاب بهالفيديو كلها بالفضاء. فشو يعني موجود على كوكب الارض؟ يعني كل ما تمشي باللعبه راح تمر بغابات فيها اشجار، فينك تفوت تقطع الاشجار تجمع خشب، راح تلاقي حيوانات فينك تقتلهم تاخذ لحمهم، كل شوي بتلاقي انهار، بتلاقي جبال، بهالجبال في كهوف فينك تفوت وتستكشف الكهوف وتطلع الماس وذهب واشياء كثير موجوده باللعبه. فانه جوها جو كوكب الارض مو نفس باقي الالعاب اللي رح نشوف بهالفيديو. فبعض الناس او اغلب الناس متوقعين انه لعبه ماينكرافت ما لها نهايه، انه مصممين اللعبه مصممينها بشكل انه كل ما تمشي يطلع عوالم جديده، فعليا ما لها نهايه. بس احد الاشخاص دخل على ملفات اللعبه وسوى تحريات وشغل كثير واكتشف انه لا، اللعبه فعليا لها نهايه. طبعا مثل ما حكينا انه شوي اللعبه عباره عن مكعبات، فهذا الشخص اكتشف انه كل مكعب باللعبه حجمه 1 سكوير متر، وطلع من ملفات اللعبه انه اللعبه فيها 600 مليون مكعب، فبالتالي 600 مليون سكوير متر. ف 600 مليون سكوير متر تقريبا 8 اضعاف حجم الكره الارضيه، فعليا 8 اضعاف حجم الكره الارضيه هو حجم لعبه ماينكرافت، واللي هو تقريبا نفس حجم كوكب نبتون الموجود بالحقيقه. وفي شخص حاول انه يلف اللعبه كلها، حاول انه يوصل لنهايه اللعبه ويمشيها كلها، وبلش رحلته بسنه 2011. هذا الشخص كان اسمه كريغ ماك، بلش رحلته ب 2011 وب 2018 شهر 6 خلاص وقف استسلم، ما قدر يلف اللعبه بشكل كامل. اللي قدر يلفه هو 3280 كيلومتر. هاي الرحلة عداها ب7 سنين وما قدر يكمل، خلاص طفش على ما اظن 7 سنين قاعد عم بيلعب ماينكرافت بيحاول يلف اللعبة كلها، ودخل موسوعة جينيس كأكثر شخص عدى مسافة جدا طويلة بلعبة ماينكرافت. فلعبة ماينكرافت حرفيا هي اكبر من كوكب الارض ب8 مرات. بالمرتبة الرابعة عندنا لعبة إليت دينجرس، هاللعبة حرفيا حجمها قد حجم مجرة ميلكي واي أو درب التبانة اللي نحن موجودين فيها حاليا. ففعليا اللعبة كاملة موجودة بمجرة درب التبانة بالكامل، ومو والله مجرة درب التبانة شغل أي كلام حاطينها، لا، بانين مجرة درب التبانة باللعبة على أسس علمية وعلى أسس حقيقية. طبعا نحن كبشر ما شفنا مجرة درب التبانة كلها، بس في مثل وكالة فضاء ناسا وغيرهم عندهم توقعات وعندهم بعض الصور وبعض الدراسات، فاللعبة استعملت كل هالدراسات نظريات لتبني مجرة درب التبانة جوا اللعبة. ففعليا لما تروح على اي مكان راح تلاقي الكواكب قاعدة تتحرك حوالين قمر معين او حوالين شمس مجرة درب التبانة، راح تروح بعض الاماكن تلاقي في بلاك هول او ثقب اسود، مثل ما بعض الدراسات العلمية متوقعين انه بعض الاماكن بمجرة درب التبانة فيها ثقوب سوداء، فاللعبة مطبقين انه حاطين فعليا ثقوب سوداء بهالاماكن، في بعض النجوم السخنة اللي ما فينك تروحها، بعض النجوم الباردة، فعليا كل شيء علمي حاطينه بهاللعبة. فاللعبة فيها فوق ال 400 مليار، مو مليون لا، 400 مليار نجم وكوكب، رقم جدا كبير. ممكن حد يقول حاليا طيب كيف الشركه صمموا كل هالاشياء؟ طبعا اكيد الشركه ما صمموا كوكب كوكب ونجم نجم، ولا ما راح يخلصوا لبعد مليون سنه تقريبا. بس اللي عملوه اللي هو نظام اوتو جنريت، اللي هو انه مصممين اللعبه بكود معين فيخلوا هالكود تلقائيا يسوي كواكب ويسوي نجوم، نفس لعبه ماينكرافت. من لعبه ماينكرافت مو اي شيء تشوفه والله المصممين دخلوا وصمموه باحتراف، لا، في اشياء من الكود او من نظام اللعبه لحاله يسوي تلقائيا، وكل الالعاب بهاللستة على هالنظام. بس اللي يميز هاللعبه عن باقي الالعاب انه فيها خليط، فيها كواكب ونجوم صارت بشكل عشوائي من نظام اللعبه، وفي كواكب ونجوم لا، المصممين هم مسوينها وعاملينها بشكل جدا دقيق ومحترف، نفس الكواكب الرئيسيه اللي عندنا اياها اللي هي المريخ، المشتري، الارض وكذا، وبعض الاشياء حاطينها بشكل عشوائي. فاللعبه خليط بين اشياء هم مصممينها واشياء بشكل عشوائي. لما اقول شيء بشكل عشوائي مو قصدي انه والله تروح على كوكب تلاقيه فاضي
فاضي ما في أي شيء، لا راح تروح على كوكب وتلاقيه مليان أشياء وأشياء بتفاصيل، بس مو نفس التفاصيل اللي هم مصممينها للأشياء الرئيسية. ومن كتر ما هاللعبة كبيرة وفيها أماكن لسه اللاعبين ما وصلوها أبدا، في أحد اللاعبين باسم روبرت دي فيج قرر إنه يغوص بهالعالم ويروح لأماكن ما حد راحها قبل هيك، وظل فعليا يمشي ويغوص لأماكن يعني بعيدة جدا لحديت ما وصل لمكان فعليا هو الوحيد اللي موجود فيه. وصل لمنطقة نوعا ما غريبة، أول ما قرب منها صار تطلع موسيقى مخيفة نوعا ما، سفينته الفضائية كلها تعطلت وقفت بطلت تشتغل، وطلعت قدامه سفينة فضائية أو مجسم فضائي جدا مخيف مبين كأنه فضائيين أو شيء من الكلام. فمجرد ما بعدت السفينة الفضائية هاي عنه سفينته رجعت اشتغلت وقدر يصور هاللقطة هاي كلها، وهالكلام كان من سنتين تقريبا، وإلى الآن ما حدا بيعرف شو هالمجسم ولا حد رجع شاف هالمجسم مرة تانية بعد هيك. فاللعبة فيها غموض، فيها أشياء جدا رهيبة للناس اللي بدهم يكتشفوا. وسويت فيديو من سنة تقريبا عن أشياء خرافية سووها اللاعبين. بهداك الفيديو ذكرت شغلة بلعبة إليت دينجرس اللي هي إنه في أحد الأشخاص حاول يحطم رقم قياسي ويدخل موسوعة جينيس، فكان بده يعدي مسافة جدا طويلة وفعليا قدر يعدي 141 سنة ضوئية، فكان كل شوي يوقف بمكان يعبي بنزين ويكمل لحديت ما وصل لمكان ما في أي شيء، ضل يمشي يمشي يدور على مكان يوقف يعبي فيه بنزين مشان يقدر يكمل، وما لقى أي محطة، ففعليا الطيارة تبعه خلاص وقفت بطل فيها بنزين وضل ضايع بلا مكان، فعليا ما في أي حد حواليه، فضل كل شوي يرسل رسالات استغاثة إنه حد يساعده وكذا. وفي كوميونيتي جوا اللعبة فعليا الناس كل اللي بيسووا جوا اللعبة إنهم يروحوا يساعدوا الناس الضايعين، كان اسمهم فيول راتس، فهالناس وصلهم نداء استغاثة من هالشخص وعرفوا وين مكانه وراحوا لعنده وأنقذوه. ففعليا اللعبة فيها كوميونيتي، فيها أشياء جدا رهيبة، تحس حالك إنه فعليا بالمستقبل وبشر عم يكتشفوا الفضاء، وشيء جدا رهيب صراحة. بالمرتبة الثالثة عنا لعبة ستار سيتيزن شيب. هاللعبة لسه ما نزلت، هاللعبة بدأت بموقع كيكستارتر ب2011. اللي ما بيعرف موقع كيكستارتر، هذا موقع إذا عندك مشروع مثلا وما عندك فلوس تكتب فكرة المشروع تبعك على هالموقع سواء لعبة فيديو أو أي شيء ثاني، ويجوا ناس ويدعموك بفلوس. فمطورين هاللعبة بلشوا بكيكستارتر عام 2011 وحكوا إنه يحتاجوا مليونين دولار عشان يعملوا هاللعبة، ونحن حاليا بسنة 2020 وإلى الآن ما خلصوا من إنتاج هاللعبة، ووصلوا ل 250 مليون دولار. فعليا معجبين اللعبة خلال 10 سنين الماضية ظلوا يدعموهم ويدفعوا لهم فلوس لوصلوا 250 مليون دولار وإلى الآن ما خلصوا من إنتاج هاللعبة. طيب ممكن تقول شو الشيء المميز بهاللعبة؟ في كثير ألعاب فضاء، ليش هاللعبة الناس دفعوا لها كل هالفلوس وعم يستنوها فوق العشر سنين؟ الشيء المميز بهاللعبة إنه المطورين وعدوا إنه لعبة الفضاء هاي راح تكون بتفاصيل وجرافيك نفس الألعاب العادية، يعني ألعاب الفضاء كلها اللي ذكرتها بهالفيديو أو اللي راح أذكرها لسه كلها لما تشوفها من ناحية الجرافيكس راح تحسها جرافيك نوعا ما ما هو جدا خرافي، مو نفس ألعاب نفس Red Dead Redemption, The Last of Us, Call of Duty، ما في جرافيكس وتفاصيل بهالألعاب لأنه ألعاب جدا ضخمة، فيعني مستحيل يعملوا الشغلتين مع بعض. هالشركة وعدت اللاعبين إنه راح يسووا لعبة فضاء جدا ضخمة مع جرافيكس وتفاصيل ألعاب كبيرة نفس Red Dead Redemption وغيرها، ففعليا لما نشوف مقاطع فيديو لهاللعبة راح تلاقي الجرافيكس والتفاصيل كأنها لعبة عادية، كأنها لعبة نفس Red Dead Redemption أو GTA، تحسها لعبة عادية بس هي لعبة فضاء، لعبة جدا ضخمة ومجرات وكواكب. مطورين اللعبة نزلوا ديمو للعبة بسنة 2017، الديمو كان شكله جدا جدا رهيب، والديمو كان بحجم 400 كوادريليون كيلومتر مكعب. طبعا ادري ما حدا بيعرف شو هالرقم، بس عشان اعطيكم مثال، حجم مجرة درب التبانة او الميلكي واي اللي نحن موجودين فيها حاليا، حجم هالمجرة 700 كوادريليون، فحجم اللعبة هاي تقريبا اصغر من حجم المجرة بشوي. طبعا عشان ما حد يخاف، هذا مو حجم تحميل اللعبة، حجم تحميل اللعبة بسيط اظن يعني 50 جيجا بايت ولا 70 جيجا بايت، نفس احجام الالعاب الطبيعية، بس عم بحكي لك حجم العالم اللي جوا اللعبة. وهذا كان فقط ديمو او نسخة بدائية للعبة ونزلت من 3 سنين، فما بالكم حاليا. الديمو عجب كثير ناس، كثير ناس حبوا التفاصيل والجرافيكس الموجوده بهالديمو. غير هيك الشركه حكوا انه بالديمو السما اللي شايفينها باللعبه هي مو بليس هولدر، مو والله السما فقط كشكل، هالسما وكل النقط اللي بنشوفها بهالسما هي اماكن فينا نروح عليها، يعني كل نقطه بنشوفها بعيده بهالسما هي نجم فينا نروح ونسافر عليها ونروح عليها، لانه عاده بالالعاب العاديه لما تشوف سما راح تكون فقط سما كشكل ما فينك تروح عليها ولا اي شيء، بينما السما بهاللعبه فينك تروح عليها وتزور كل الاماكن اللي فيها، فشيء جدا جدا رهيب.
حتى أحد الأشخاص قدر يعدي مسافة 37 مليون كيلومتر بالديمو. طبعا مو عدها بشكل تلقائي، عدها بشكل اللي هو السفر السريع. فاللعبة جدا ضخمة، وفوق ما هي ضخمة على عكس باقي الألعاب فيها تفاصيل وجرافيك شكله جدا جميل، ومتأكد بس تنزل رح تكون شيء جدا جدا ضخم. المرتبة الثانية عندنا من أضخم الألعاب من ناحية الحجم ومن ناحية عدد اللاعبين، اللي هي لعبة إيف أونلاين. لعبة إيف أونلاين جدا ضخمة، بعد شوي رح نتكلم عن حجمها، بس الشيء اللي يميز لعبة إيف أونلاين عن غيرها من الألعاب بهالليستة إنه هي مو فقط عالم جدا ضخم، باقي الألعاب اللي ذكرتها واللي رح أذكرها كمان إنه عالم فينك تكتشفه، تروح على كواكب كذا، بينما لعبة إيف أونلاين مو فقط اكتشاف، لا، لعبة إيف أونلاين فيها كلانات، فيها حروب ضخمة، فيها نظام اقتصادي، فيها نظام سياسي، فيها كتير أشياء كأنه بالمستقبل بعد 1000 سنة وخلص البشر صاروا موجودين بالفضاء، وفي نظام سياسي ونظام اقتصادي وكلانات وحروب وبيع وشراء، والأشياء كلها موجودة بهاللعبة. وعملت فيديو من سنة تقريبا عن أغلى الأشياء اللي تم بيعها جوا الألعاب، وذكرت مثال بلعبة إيف أونلاين، في كلان اشترى مركبة فضائية بسعر 9000 دولار، فعليا فلوس حقيقية مو فلوس جوا اللعبة، لا، اشتروها بفلوس حقيقية ب9000 دولار، مركبة فضائية جدا قوية وجدا ضخمة، هالكلان اشتراها وصار يهايد فيها، فراح كلان تاني وراح عمل تحالف مع عدة كلانات وهجموا على المركبة الفضائية هاي بهجوم واحد، وظلت حرب جدا ضخمة، كانت من أكبر الحروب بتاريخ اللعبة، ودمروا السفينة الفضائية، وكانت هي لأول مرة بالتاريخ هالنوع من السفن الفضائية يتدمر. فهذا المثال بيعطيكم فكرة عن جو اللعبة. طبعا أحد الأشخاص دخل على ملفات اللعبة وحاول يعرف قديش حجم اللعبة الحقيقي. اللعبة فيها فوق 8000 مجرة، يعني شوية تلكم لعبة كان فيها مجرة درب التبانة، هاي اللعبة فيها 8000 مجرة. حلو، حجم كل مجرة فيهم هو 17 AU. ممكن حد يقول شو هو الAU؟ الAU هي وحدة حسبان حقيقية، اللي هي المسافة بين الأرض والشمس، ولو نحول الAU للكيلومتر فهي 150 مليون كيلومتر. ففعليا كل مجرة بهاللعبة حجمها 17 AU، اللي هو 17 المسافة بين الأرض والشمس، وفي فوق 8000 مجرة. فعمل الرياضيات وحسب وطلع انه حجم اللعبة الكامل هو 249 سكستيليون سكوير كيلومتر مكعب. انا ما بعرف الرقم ولا انتو بتعرفوا الرقم، بس هو رقم جدا ضخم. وفي احد اللاعبين بهاللعبة باسم كيتي سي قدر انه يزور المجرات كلها ويزور الاماكن المهمة بكل مجرة، ما راح كل المجرات وشاف كل المجرة، لا، راح على 8000 مجرة وزار اهم الاماكن بكل مجرة، واخد معه هالشي 10 سنين، فعليا 10 سنين لقدر انه يزور المجرات كلها، وما يعني ما والله راح على كل مجرة وشافها بالتفاصيل، لا، كل مجرة فقط زار اهم المناطق فيها، واخد معه هالشي فوق 10 سنين. فيعني عشان تعرفوا قديش حجم اللعبة ضخم. بالمرتبة الاولى عندنا لعبة نو مان سكاي. لعبة نو مان سكاي كمان ذكرتها بفيديو توب 10 قبل، اللي هي الألعاب اللي كانت إعلانها جدا خرافي ولما نزلت كانت جدا سيئة. فعليا لعبة نو مان سكاي كان واضح انه جدا خرافية، والمطورين وعدوا بكتير أشياء، ولما نزلت اللعبة نص الأشياء ما كانت موجودة والناس أحبطوا بشكل جدا كبير، بس الشركة تعلمت من غلطها، وخلال سنتين عملوا تحديثات جدا ضخمة للعبة خلوها جدا خرافية وخلوها نفس اللعبة اللي وعدوا اللاعبين انه رح يعملوها. فلعبة نو مان سكاي فعليا هي اكبر لعبة بهاللستة. ليش؟ لانه اللعبة بكل بساطة ما الها نهاية. فعليا كل الالعاب اللي ذكرتها بهاللستة الها حجم معين، صحيح الحجم جدا ضخم وحجم ما يتخيله العقل، بس هاللعبة اكبر منهم كلهم، لان مطورين اللعبة عملوا نظام انه عالم اللعبة يضل يبني كواكب ونجوم ما لا نهاية. ففعليا لو عم تلعب اللعبة خلينا نقول من اليوم لبعد 100 سنة اذا الله رزقك العمر ما راح تخلص من اللعبة. فعليا كل ما تمشي بسفينتك الفضائية بالفضاء راح تضل تلاقي كواكب ونجوم جديدة، عم تلعب بالكون كله. طبعا الكواكب فيها كتير تكرار، هذا شيء طبيعي، ما راح والله يعملوا لك العدد لا نهائي من الكواكب، وكل كوكب له شكله الخاص، في كتير تكرار، بس بنفس الوقت اللعبه فيها كتير تنويع، راح تلاقي كتير كواكب اشكالها غير بعض، في كواكب مثل كوكب الارض، في كواكب نفس كوكب الارض بس لون الاعشاب فيها كله باللون الزهري، في كواكب كلها حديديه، في كواكب فاضيه، في كواكب كلها مياه، ففي تنويع بشكل جدا حلو. على الصفحه الخاصه للعبه على موقع ريدت اللي بتجمع فيها اللاعبين وبيكتبوا مع بعض، كتير لاعبين كتبوا انه صاروا مع بيلعبوا اللعبة سنة وسنتين وحتى 3 سنوات وإلى الآن ما لقوا كوكب يستقروا فيه، لأنه هو لما تلاقي كوكب يعجبك وخلاص أموره كلها كويسة راح تبني فيه بيتك وتخليه القاعدة تبعك، يعني تروح وكذا وترجع للقاعدة تبعك. فلاعبين عم يحكوا إنه صلهم 2 سنين و3 سنوات وإلى الآن ما لقوا كوكب يستقروا فيه مناسب، فعشان تعرف قديش فيه تنويع. لو كان والله تكرار، لو نفس الكوكب في منه شافوه 50 مرة فخلاص راح يستقروا على واحد منهم، بس هذا الشيء بيدلك إنه في تكرار بس في تنويع أكثر. الحين اللعبة فيها أونلاين، فينك تلعب مع ناس، بس اللعبة نوعا
ما موجهة لأنك تلعبها لحالك، لا تحس بالشعور بالوحدة بين المجرات والفضاء. حتى موسيقى اللعبة تخليك تحس بالوحدة نوعا ما، اللي هو شعور أنك عم تمشي بالفضاء لوحدك. هذا ستايل اللعبة على عكس باقي الألعاب اللي هي مثلا نفس لعبة إيف أونلاين. لعبة إيف أونلاين مثل تلكم كلها ضربات وكلانات وسياسة وبيع وشراء، ما تحسسك أنك لوحدك أبدا على عكس لعبة نومان سكاي. ففعليا نومان سكاي تعتبر أكبر لعبة بالتاريخ. أي شباب هاليوم أتمنى يكون عجبكم، أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تابعوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات أراءكم، وبس كان معكم شركيال بشركة كيش كوم دي هاد تاني إن شاء الله. مع السلامة.